السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج العذراء لشهر سبتمبر. الفتره القادمه يكون شهر مبارك، شهر خير، شهر رزق، شهر هنا لمواليد برج العذراء. برج العذراء صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. وعايزه اقول لكم كمان انه انا ما بعملش قراءات خاصه، فانا دلوقتي اول 100 مشترك هينزل يشترك في القناه اللي هي تبع اختي ويدعمها ويكبروا لها قناتها لكل محبين قناتي، فضل وليست امر. لكل محبين قناتي يا ريت تدعموا قناه اختي وتتفرجوا على فيديوهاتها، واول 100 مشترك هيروح يكتب لها كومنتات على الفيديوهات انا هختاره بنفسي وهعمل له قراءه خاصه. وان شاء الله باذن الله تكونوا من الكسبانين معايا في القراءه الخاصه. هسيب لكم لينك القناه في صندوق الوصف وفي اول تعليق، ودلوقتي حالا هيظهر على القناه هيظهر على الشاشه دعاء تحسين النفس ودعاء راحه البال، رددوه هتحسوا بالفرق بنفسكم. يلا بينا مواليد برج العذراء، احضروا معايا عشان عندنا تقدم وعندنا جديد باذن الله. العقرب حياته العذراء حياته متلخبطة، العذراء حياته متلخبطة، حياته فيها توتر. العذراء العذراء خسر كتير وهي عنده كمية ندم على الناس اللي دخلها حياته وطلعت ما تستاهلش. العذراء عنده كمية ندم رهيبة، شايفة انه العذراء حزين وبينه وما بين الشريك نفور، ومش فاهم الشريك شريك حياته بيعمل معاه كده ليه، رغم ان هو معاه كويس جدا وكان بيقدم له الدعم وكل ما هو حلو في الحياة، بس الشريك طلع خاين. الشريك متعدد العلاقات يا برج العذراء، الشريك طلع متعدد العلاقات، فانا شايفة ان شريك حياتك كان اكبر غلط في حياتك، ده اللي انت غلطته. شريك حياتك يا برج العذراء كان ممكن برج الكوس، كان ممكن برج الكوس، برج الكوس مع العذراء ما بيتفقوش، رغم انه كانت علاقتهم ممكن تكون قوية، بس ما كانش فيه اتفاق، كان فيه لخبطة وفيه حيرة. ليه ما كنتش لاقي الدعم ولا لاقي الخير، رغم ان انت كنت واقف معاه وكنت بتدعمه وكنت بتسعده وكنت بتقدم له كل الحاجات الحلوة. شايفالك كمان يا برج العذراء اعراض كتيرة جدا في حياتك وفي جسمك. اول حاجة شايفالك ان انت عندك وجع في ظهرك غير طبيعي. العذراء اكتر وجع بيعاني منه الم في الظهر، الالم في الظهر ده غير طبيعي، بيعاني منه الم كبير، الم خارج ارادته، يعني هو مش قادر يستحمل الالم ده. بيعاني من صداع مستمر وكشف قبل كده، بيعاني من ضيق في التنفس وخنقه، بيعاني من الم في الركبه والقولون وصداع ملهوش اي نهايه، عندك ضربات قلب سريعة، وعندك دوخة بتجيلك من غير سبب، وكمان نغزة في قلبك. صح؟ انت مش كشفت من فترة والدكتور قالك اداك علاج والعلاج ما جابش نتيجة؟ الألم زي ما هو في حياتك ومش سايبك. صح يا برج العذراء الكلام ده فعلا بيحصل لك؟ شايفالك عندك كمية تفكير رهيبة، انت ما بتنامش الليل، تليفونك ما بيبطلش رن، بتاكل في نفسك يا برج العذراء انت اليومين دول، اليومين دول بياكل في نفسه. ست العذراء حكيمة، راجل العذراء حظه قليل جدا مع في الحياة العاطفية، راجل العذراء حظه قليل جدا في حياته العاطفية. عندك خالة او خالتك او عمتك، واحدة ست، الست دي مش كويسة، الست دي مش كويسة يا برج العذراء، وممكن تكون مرات عمك، هي واحدة من العيلة، واحدة من العيلة عايزة تجوزك بنتها او انت عايزة تاخدك لابنها، وعلشان كده جددت لك الطاقة السحر. حتى انتوا من حوالي 10 ايام حسيتوا ان الحياة اتلخبطت عندكم، وحسيتوا ان انتوا مش طايقين نفسكم، حسيتوا ان انتوا عايشين في حالة نفسية رهيبة، بس شايفالكم راحة، تعبتوا وعفرتوا وجهدتوا وشايفالكم راحة. العقرب دايما العذراء دايما بياكل في نفسه، العذراء دايما عامل
عامل حاجات كتيرة جدا في حياته. العذراء دايما بيشتغل اكتر من شغلانة. العذراء حاليا واقف على ارض صلبة وبيخلص، بيخلص شقته، عايز يخطب، صرف فلوسه. المهم ان العذراء بيصرف فلوسه اليومين دول جدا جدا على حاجات مهمة في حياته. هو فرحان ان هو بيعمل انجاز في حياته، بس برضو قلبه حزين، مش لاقي الشخص اللي ضحى عشانه واللي عافر واللي جاهد في حياته. طيب قولي حكاية برج الميزان معاك ايه في حياتك؟ برج الميزان في حياتك بيعمل ايه؟ ومين شخص برج الميزان؟ ومين اللي ضحكوا عليك وسرقوك؟ انت اتسرق منك قبل كده تليفونك؟ برج العذراء حصل عنده انفصال، كانت في خطوبة او كانت في ارتباط. حصل عندك انفصال في خطوبة او في ارتباط، صح؟ كنت خاطب وفسخت، او طلع كلام وطلع حاجات. عايز اقولك ان اهلك مش عايزين شريك حياتك يا برج العذراء، اهلك مش عايزين شريك حياتك. شايفالك كمان ان انت هنا عندك كمية صبر رهيبة يا برج العذراء. ايه الحاجة اللي انت نفسك تحققها؟ ايه الحاجة اللي انت نفسك تحققها؟ خلال 15 يوم بالظبط هيكون عندك لقاء مع حد، وهيبقى فيه سلام وفيه مودة، في سلام وفي مودة. مين الشخص اللي انت هنا قاعد وحاطط ايدك على خدك ومستنيه يرجع لك ويكلمك؟ مين الشخص ده؟ انت اصلا لسه راجع من سفر، او انت كنت مشغول جدا ولسه بدأت تفوق لحياتك. شايفة كمان يا برج العذراء ان انت هنا عندك مشاكل مع الاهل. مين الاشخاص اللي مش سايبينك في حالك ابدا؟ بينك وبين اخواتك مشاكل على ورث او على جواز او على مشاكل عائلية بينك وبين الاهل. شايفالك كمان ان انت هنا برج الجدي في حياتك. برج الجدي ده الاحسن انت تبعد عنه. دايما الصحاب اللي كانت في حياتك يا برج العقرب، يا برج العذراء، كانت بيوقعوك بينك وما بين الشريك. برج العذراء دايما صحابك كانوا بيوقعوا بينك وما بين الشريك، دايما كانوا بيوصلوا الشريك عنك بشكل مختلف، يعني دايما كانوا بيوصلوا صورتك بطريقة سلبية، بس الشريك فضل معاك وعافر وجاهد لحد ما وصل وجي في الآخر وطعمك، جي في الآخر وغدر بيك، غدر بيك غدرا تاما. شايفة كمان انه برج العذراء كان في حياته حبة لخبطة ملهمش أي اتجاه ولا أي ناحية. كان في حياتك حبة لخبطة، خدت قرار وندمت عليه، خدت قرار وقلت يا ريتني ما كنت خدته. طيب أقول لك إنه في طرف ثالث دخل وحاليا لسه داخل، أنا حاليا هو أصلا في العلاقة بينك وبين الشريك، وعايزك تعيش في تعاسة ومش عايزك ترتاح أبدا، صح الكلام ده يا برج العذراء؟ شايفالك هنا كمان ان انت عندك افعى في حياتك، عندك افعى في حياتك. قولي كمان، قولي من كام يوم انت كنت ماسك مبلغ جامد، كنت ماسك مبلغ جامد في الماديات. شايفاك هنا ان انت بتسأل على حالتك المادية. برج العذراء بيسأل على حالته المادية، بيقول يا هل ترى في رزق جاي لي؟ اقسم بالله في رزق، في رزق جاي لك الفتره اللي جايه دي بالظبط، رزق حلو جدا 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 جاي لك. انت سبت شغلك بسبب ناس كانت وراك، او سبت شغلك بسبب حاجات، وبسبب انه كانت في ناس حطاك في دماغها، وشايفه كمان ان الديون اللي عليك هتتسد خلال الايام اللي جايه. الديون اللي على برج العذراء هتتسد باذن الله. عايز اقول لك ان اعدائك كتير، بس عايزك دايما تتفائل خير، عايزك دايما تتفائل خير، وتحط ايدك على جرحك وترمي الماضي ورا ظهرك، ترمي الماضي ورا ظهرك. انت هنا حاسس ان انت وحداني، حاسس ان انت وحداني وان مفيش حد جنبك، وكل الناس قفلت ببانها في وشك. شايف يا برج العذراء كل الناس قفلت ببانها في وشك، بس ما تقلقش، والله العظيم والله العظيم عندك خير. حماتك وبنتها، او حماتك وبنتها، ربنا ينتقم منهم، ظلموكم وجوا عليكم،
او اهل الشريك كانوا ناس خبثاء، ناس مش كويسين. فانا عايز اقولك ان ربنا هيفرج همك وهيريح بالك وهيديك حاجات حلوة جدا. انت هنا حلمت بخاتم او فستان او حلمت حلم حلو، وحان وقت ان هو يتفسر بالطريقة اللي انت حلمت بيها. ده الحلم الحلو، ملكش دعوة بالاحلام اللي هي فيها كوابيس. انت بتصحى من النوم كسلان مرهق تعبان، عندك خمول غير طبيعي، حاسس ان انت في حياتك، انت اصلا نفور بينك وما بين حياتك. اتخيل بقى ما بينك وما بين الناس السحر اللي اتعمل لك، خرب بيتك ودمرك وكسر نفسك. ان شاء الله باذن الله برج العذراء تكون من الاشخاص اللي هيكسبوا معايا القراءه الخاصه. انا نفسي اعمل قراءه لكل الناس والله العظيم خاصه، علشان انا بحب كل متابعيني. بس ان شاء الله باذن الله هنزل لكم دايما تقدم وقراءات جديده اول باول. كان في حد عندك متعدد العلاقات وشخص نرجسي في حياتك، متعدد العلاقات وشخص نرجسي، الشخص ده كان كبير في السن بس العيله بتاعته كانت سحاره وكانوا دايما بيعملوا سحور اول باول. قولي انت هنا بتتصل بشخص او مستني اتصال شخصي، هل ترى مين الشخص اللي انت مستني اتصاله او مستني ان هو يكلمك ويكون في بينكم كلام او مودة تاني؟ الله اعلم. اي حد كبير عنك في السن ابعد عنه، اي حد كبير عنك في السن ابعد عنه، عشان مش انت فاكر ان هم بيحبوك، بس هم صدقني مش بيحبوك، هما صدقني مش بيحبوك، هما بيحاولوا يلفوا الحبل فوق رقبتك لدرجة ان انت حاليا متربط. مين محمد اللي في حياتك او حرف الام؟ مين الشخص اللي ظلمك وقهرك وسبب لك كل المشاكل دي في حياتك يا برج العذراء؟ حرف الام عندك يا برج العذراء، حرف الام عندك. اطلع من الطاقة السلبية والطاقة السحر اللي في حياتك. نشوف فنجانك، فنجانك فيه خيوط كتيرة جدا، وشايفة كمان ان عندك شجرة مفرعة في حياتك. انت هنا طلبت حاجة من حد وما وقفش معاك، حاجة من حد وما وقفش معاك وما قدم لكش اللي انت كنت ممكن تكون مستنيه منه. انت حاسس ان انت لوحدك يا برج العذراء، رغم ان كل الناس حواليك، حاسس ان انت في عزلة تامة بعيد عن اي حد. شايف انت هنا حاسس بالخنق او حاسس ان انت تعبان وحاسس ان انت كاره نفسك. عايز اقول لك الطرف الثالث برضو لسه موجود في حياتك، واديني قررتها لك تاني. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم هتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك الفترة اللي جاية. المشروع اللي انت دخلت فيه ده بإذن الله ربنا هينوره لك طريقك وهيديك بشر كتيرة جدا في حياتك. بسم الله كمان ما شاء الله. بالنسبة للناس اللي عزاب، والله العظيم عندكم فرحة حلوة. للناس اللي عزاب انتوا عندكم فرحة حلوة جدا 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 بإسم الله ما شاء الله. انت بدأت تحس بهدوء تام، بدأت تحس بهدوء تام الفترة دي يا برج العذراء، عشان من كتر ما ظلموك وكهروك بدأت ان انت تقول خلاص ستوب ستوب، اركنوا بقى على جنب ويسيبوني اخد مساحتي. بص بدأت تعلن الحرب، بدأت تعلن الحرب. برج العذراء انت من اكتر الابراج اللي هي وقعت عليك ظلم، اتهموك، يعني انت اتهمت تهم بطلة، صح؟ اتهمت تهم بطلة، ومن كتر التهم والغدر والخيانات حاسس بالاعراض اللي انا قلتها لك من شوية. انت بدأت تقفل على نفسك البيبان، بدأت تقفل على نفسك البيبان. اقرب الناس ليك هم اللي سحروا لك وخربوا بيتك، عاملين لك سحر مشروب، انت شارب السحر. قولي انت مش بتحس بخنقة؟ بتحس بخنقة كده؟ طب قولي انت ما بتسمعش اصوات في ودانك؟ بتبقى قاعد كده لوحدك وبتسمع صوت كأنه في حد بيكلمك، وممكن تحس انت بتتكلم معاه؟ قرينك، قرينك مش بتصحى من النوم تلاقي علامات في جسمك كده لما بتنام زعلان، صح ولا مش صح؟ بتحس بالاعراض دي صح؟ انت كنت تعبان من فتره وشفيت وبدا التعب يظهر لحياتك تاني. حرف الام ده اللي خذلك واللي هو سبب خراب بيتك وسبب كل اللي انت فيه ده، بوظ حياتك. يعني انت بينك وما بين الشريك من كتر النفور وصلتوا لاكتر من مرة للطلاق، وبقيتوا خلاص مش قادرين تستحملوا. حاليا برج العذراء بدأ ان هو ما يعملش حساب لحد، بدأ ان هو يقف على الارض الصلبة اللي كان واقف عليها من زمان وكان بسوء بسبب اختياره الغلط.
ندم بسبب اختياره الغلط، ندم. بدأ الشريك، بدأ برج العذراء حاليا يبعد كل الناس عن حياته، وبدأ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني، إذا كانوا أهلك أو أهل الناس اللي ظلموك. مين الشخص اللي انت عملت معاه كتير وضحيت وما استاهلش؟ مين؟ مين دول يا برج العذراء؟ مين السبب اللي كانوا في انفصالك؟ قولي مين الأشخاص اللي كانوا في انفصالك؟ مين دول؟ ومين الناس اللي هم دايما عاملين لك توتر؟ ما تقلقش، انت هنا عندك بداية جديدة مع حد، عندك بداية جديدة مع حد ان شاء الله بإذن الله، الحد ده هيقدم لك الانطلاقات الجديدة والفرحة اللي هتغير من نفسيتك. بص انت هنا بتطلع السلم، انت هنا بتطلع السلم، بدأت تطلع السلم وبدأت تغير من حياتك. 10 أيام بالظبط، 10 أيام بالظبط وهيجي لك اعتذار غير طبيعي، هتجي لك اعتذار غير طبيعي. بص الأعداء حواليك، الأعداء عايزين يعملوا لك مشاكل يا برج العذراء، خلي بالك. الأعداء اللي حواليك صدقني عايزين يعملوا لك مشاكل من كل الطرق، عايزين يعملوا لك مشاكل لكل الطرق. شايفة كمان ان انت خلاص خلاص بدأت تتعلم من اللي حصل لك، العذراء بدأ ان هو يتعلم من اللي حصل له. عندك ست كبيرة بتكرهك في حياتك، ست كبيرة بتكرهك في حياتك، والناس اللي خربوا بيتك دول اللي هم كانوا اهل الشريك صدقني والله العظيم هيندموا، هيندموا بعد ما تحس ان انت وصلت وحققت هدفك وحققت حياتك. بص كمان التعبان اللي وراك اول باول، التعبان اللي وراك اول باول دلوقتي حاليا حاسس بالخنقة ليه؟ حاسس بخنقة ليه؟ عليك ديون في البنك يا برج العذراء، انت عليك ديون في البنك ولا عليك ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ ايه اللي ناقصك؟ ما شاء الله عندك شفاء مرض او عندك حد مريض هيشفى باذن الله، عندك شفاء مرض او عندك شفاء حلو جدا في حياتك او عندك تقدم. شايفه لك رساله جايه لك من بعيد، رساله جايه لك من بعيد، او انت حلمت حلم ومش عارف، او حان وقت ان هو يتفصل لحياتك، حان وقت ان هو بتحس بحياتك. مين برج الحوت اللي بينك وما بينه مشاكل؟ ومين البنات اللي بينك وما بينهم مشاكل يا برج العذراء؟ عندك سلفه مش كويسه، سلفه مش كويسه، السلفه دي السلفه دي مش كويسه، بتبين ان هي بتحبك بس صدقني هي ما بتحبكش. انت اصلا بسبب اختيارك الغلط دخلت ناس في حياتك فرقوك وظلموك من كل المجلات. بص السلفه ظهرت لك تاني، السلفه دي حيه، السلفه دي حيه عايزه تولع الدنيا وعايزه تخرب عليك بيتك وتخرب عليك حياتك، حاسه ان انت حياتك احسن منها، حياتك احسن منها. الام والاخت عملوا لك مشاكل غير طبيعيه، الام والاخت عاملين لك مشاكل غير طبيعيه، والسلفه عامله لكم مشاكل، والطرف الثالث اللي اتدخل بينكم وبين الشريك صدقني عملوا لكم برضو مشاكل. العذراء اخيرا اخيرا العذراء بعد شر، بعد تعب، بعد مجهود، بعد ظلم، اخيرا هيرتاح من شرهم. الميزان بينك وما بينه مشاكل، اكتر من برج خانك وخذلك وكسرك وظلمك. العذراء ما عندوش حظ في العاطفة، بس انا شايفة لكم علاقة جديدة مع حد انتوا تستهلوه، مع حد فعلا هتحسوا ان انتوا خلاص خلاص تعبتوا وعفرتوا وجهيتوا وحان وقت ان انتوا تفرحوا. انتوا اصلا الايام دي محتاجين فرحة، شايفة ان انتوا هتطلعوا من كل البلاوي والهموم والغم اللي انتوا فيه الفترة اللي جاية. مين الشخص اللي هو ابن عمكم او ابن خالكم اللي خذلكم واللي خانكم واللي خلاكم خلاص ما بقيتوش قادرين تثقوا في حد تاني من بعده، صح؟ مين الشخص ده؟ مين اللي خرب عليكم رغم ان انتوا كنتوا مرتاحين بس دخل حياتكم خرب عليكم وعمل لكم مكيدة وعمل لكم حفرة وكنتوا هتقعوا في الحفرة بس بسبب دعوات حد معين في حياتك طلعت منها
او تقدر تقول ان ده تنبيه. الشخص اللي كان عندك متعدد العلاقات ده انت خرجته بره حياتك، انت اصلا خرجته بره حياتك عشان هو جه عليك، هو جه عليه قلت له خلاص استوب سيبني في حالي. ارجع واقول تاني، العذراء بدأ يعلن الحرب وبدأ يقول خلاص انا هركن الحب وهركن كل حاجة وهبدأ بقى اشوف نفسي واشوف حياتي. محدش تمر فيه اللي انت، محدش تمر فيه اللي انت عملته من اجلهم، محدش تمر فيه. المال عندك جايلك، المال عندك جايلك وهتبقى احسن من كل الناس اللي ظلمتك واللي غدرت بيك. اكتر اعدائك من اهل الشريك يا برج العذراء، اكتر اعدائك من اهل الشريك، الام والاخت والزوجة والسلفة عملوا لك مشاكل غير طبيعية. الام والاخت والزوجة والسلفة صدقني عملوا لك مشاكل غير طبيعية. انت اصلا راجل العذراء دمه حامي، طبعه شديد، دمه حامي وطبعه شديد، بس قلبه طيب، قلبه طيب جدا جدا جدا، وعلشان طيبة قلبك موقعك في مشاكل. فتاء العذراء حكيمة جدا، بس دايما بتاخد على قفاها، ودايما بتلاقي الناس اللي دخلتها حياتها ندمانة ان هي دخلتهم، عشان ما بيعملوا لهاش غير العجز وبيعملوا لها المشاكل والظلم والحسرة على حياتها وعلى دنيتها. اتمنى لك السعادة، اتمنى لك الهنا، اتمنى لك الخير، اتمنى لك الراحة. يا رب تكون من الاشخاص اللي هتكسب معايا قراءة خاصة عشان خاطر حياتك تتحسن، وعشان خاطر يعني ربنا يكرمك ويوسع رزقك. أتمنى لك كل ما هو جميل من أجل عيون برج العذراء الفترة القادمة.